استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد عادل العصومي رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب البحريني، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد منح السيد الرئيس وسام القائد الذي يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي للسادة ملوك ورؤساء الدول. يشرفني أن أتقدم إلى مقام فخامتكم الكريم باسمي وباسم أعضاء البرلمان العربي باسم آيات الشكر والتقدير لتقديم وسام القائد إلى فخامتكم عرفانا من البرلمان العربي بدوركم الرائد في الدفاع عن القضايا العربية وجهودكم المقدرة ومواقفكم المشرفة والمشهود لها في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. إن البرلمان العربي بهذا الوسام الذي نتشرف اليوم بتقديمه لفخامتكم ليبعث برسالة شكر وتقدير إلى فخامتكم، فقد كنتم خير داعم للأمن القومي العربي في أحلك الظروف التي مرت بها الأمة العربية على مدار السنوات الماضية. لذلك لم يكن مفاجأة لنا وللعالم المواقف العروبية المشرفة والتحركات الجادة والسريعة التي قمتم بها فخامتكم لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة العدوان القاسم لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن تقديم الدعم الصحي والإنساني والمساهمة الفاعلة في إعادة أعمار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال، وكذلك رعاية فخامتكم الكريمة لملف المصالحة الفلسطينية بهدف توحيد كلمة الأشقاء الفلسطينيين، وهو ما يجسد الدور الريادي والسباق لجمهورة مصر العربية في دعم القضية الفلسطينية. وهذا ما اتضح أيضا في ملف الأزمة الليبية الذي حظى بدعمكم وتواجدكم على الساحتين العربية والدولية لحل أزمة الأشقاء الليبيين ودعمهم في إعادة بناء دولتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية. وتوفيق من الله تعالى وبجهود مخلصة ودؤوبة لم تتوانوا عنها لحظة واحدة، ربحتم فخامة الرئيس جميع هذه الرهانات داخليا وخارجيا، واثبتت تطورات وتلاحق الأحداث العالم أجمع رجاحة مواقفكم النبيلة والشريفة وصدق إخلاصكم وتفانيكم في العمل، وقد دعمكم وساندكم في ذلك شعب عريق لا يعرف معنى للتراجع أو الاستسلام، ولقبكم عن جدارة واستحقاق بصانع النهضة المصرية الحديثة. فخامة الرئيس، إن الدعم الكبير الذي تقدمونه فخامتكم للبرلمان العربي على كافة المستويات يمثل قوة دفع كبيرة لمنظومة العمل العربي المشترك، ويعزز من دور البرلمان العربي كشريك فاعل في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين الشعب العربي الكبير. لذلك فإن تواجدنا هنا اليوم ليس فقط تكريما لشخص فخامتكم بقدر ما هو تشريف للبرلمان العربي. ختاما أسأل الله عز وجل أن يمن على مقام فخامتكم الكريم بموفور الصحة وتمام العافية لمواصلة دوركم الوطني والقومي الهام لخدمة الأمة العربية، وأن ينعم على جمهورية مصر العربية وأمتنا العربية بالأمن والأمان والتقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أن أنا أقول لك بداية يطيب لي أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لي من البرلمان العربي، واسمح لي أن أنا أوجه كل تقدير واحترام ومحبة للبرلمان العربي بكل أعضائه، وأثمن غاليا وعاليا هذه اللفتة الكريمة الرائعة، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون أهل لهذا الاستحقاق. وعايز أقول أن احنا مقدرين البرلمان العربي في إطار أنه هو يعكس إرادة البرلمانات العربية كلها بالكامل، وبالتالي كمان دعمنا الكامل للبرلمان والدور الكبير في العمل العربي المشترك. أنا برحب بيكم وبشكركم وأرجو إبلاغ تقديري واحترامي لكل الأشقاء في أعضاء البرلمان. شكرا جزيلا. نحن نكون عند حسن ظنكم دائما. شكرا جزيلا.